يا اخي ذبحتنا دوختك دوختك قال لك انا تعبان تعبان. بالحضارات القديمة كانوا ما يسموا أي حدا عالم إذا ما كمل دروسه الموسيقية، والعود كان الآلة المفضلة للفلاسفة مثل الفارابي والكندي وابن سينا وغيرهم. انعرفت آلة العود بالحضارات القديمة، وفي باحثين بيقولوا إنه وجودها لأول مرة كان بال 2500 قبل الميلاد. فيني أقولها هي مقطعة؟ ناس بتقول العود أصله سومري، وغيرهم بيقول إيه لا تركي أو فرعوني مصري، شو اسمه بس هو؟ بس الباحث والموسيقي العراقي صبحي أنور رشيد بيقول إنه أول ظهور للعود كان بالعراق بالعصر الأكادي، وانعرف ببلاد الشام وسوريا بالقرن 18 قبل الميلاد، وانتقل لمصر بالقرن 16 قبل الميلاد، وبعدين لتركيا وإيران أو بلاد فارس، وكان اسمه بربت. بس بربت مو معناها مثل هلأ بالتركي. العود أو اللوت هو أصله أبو كل الآلات الوترية بحسب باحثين أوروبيين. سحرتهم هالآلة وطوروها حسب كل بلد وحضارتها، وصار في عنا جيتار وبزق ومندولين وربابة. الفيلسوف الكندي بيقول إنه لكل شعب مزاجه الخاص اللي بيأثر على الآلة الموسيقية واللحن اللي طالع منها. لهيك العود العراقي بيختلف بالصنعة وصوت النغمة عن العود السوري أو العود التركي. حتى في عود بالمتحف المصري القسم البيضوي الأساسي فيه مصنوع من درع سلحفاة. بس إيه، العراقيين شهرتهم أكثر منا بصناعة العود. سلطان الطرب مو جوج والسوف، هو وصف آلة العود موجودة بمخطوط قديم اسمه كتاب كشف الهموم والكرب في شرح آلة الطرب. كتاب كشف الهموم والكرب بشرح آلة الطرب، هذا الكتاب بيحكي عن فلاسفة أهل الفن اللي ربطوا بين الأنغام والفلك، النجوم وطباع البشر والزمان، ومن هون فينا نعرف أهمية العود من زمان. بنفس المخطوط القديم بدأ الكاتب المجهول بفصل العود بهي الجملة: سبحان من أوجد العود من عود، ويسبح للملك المعبود موجد هذا الوجود الذي صنع الأشياء بحكمته. هالآلة كانت حاضرة دايماً بالمجالس الثقافية والاجتماعية والدينية، وحتى بمجالس الخلفاء، بس الأكيد إنها الآلة الأساسية بكل تخت شرقي. وبعد ما كان تطور العود ببداياته على أيدي مفكرين وفلاسفة، التطور الجديد صار بأيدي العازفين وصناع العود. هلأ بسبوا علينا بالتعليقات بيقولوا إيه فتحنا الأندلس وما عاد بقي عندكم غير هالمواضيع، تعملوا لي إحباط على فكرة. العود السوري له شهرة كبيرة مثله مثل أخوه العراقي، شهرته من دقة الصنعة وجمال الصوت العميق اللي بيطلع منه. وبالفترة الأخيرة اليونسكو صنفت صناعة العود السوري والعزف عليه على قوائم التراث اللامادي، وبيكون مصنوع من خشب الجوز أو الورد أو الحور أو الأبانوس أو خشب المشمش. بس الغريب إنه التصنيف تم بملف مشترك مع إيران. أنا مفكرة إنه العود حرام بإيران. ليش إيران لهلأ ما حرمت العود؟ والعود السوري بيعيش أكثر من 100 سنة بدون ما يحتاج لصيانة. مراحل كتير من تقطيع الخشب بسماكات وقياسات محددة ودقيقة. نفسه هذا الخشب بيكون منشف لأكثر من سنة تقريباً. وبالمراحل الأخيرة مثل شد الأوتار على الزند وإضافة نقوش شرقية بياخد تقريباً شهر، وسعره تقريباً بيوصل لأكثر من 500 دولار. فيكن تشوفوا مصادر الحلقة على يوتيوب بقناة أوريان. أشهر صناع العود السوريين بالشام عبدو جورج النحات، وبحلب جميل جورجي اللي انتقل لمصر وفتح ورشة لصناعة العود بشارع محمد علي بنص القاهرة عام 1906. جورجي بالمناسبة هو اللي صنع آلات العود لمطربين وفنانين مشهورين مثل فريد الأطرش وطلال مداح ومحمد الأصبجي اللي كان يعزف بفرقة الست. هلأ يمكن العود هو من الآلات الموسيقية القليلة اللي بيقدم فيها عزف منفرد سولو، وبتصير له حفلات موسيقية كاملة بحالة بدون أي آلة موسيقية تانية أو أصوات خارجية. شباب الموسيقى الحديثة، شو رأيكم تكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بموسيقى العود؟ وبهي الظروف الاستثنائية اللي عم نعيشها كسوريين، الموسيقى صارت ترف، وصناع وعازفي العود ما استثنتهم هاي المشاكل. عموماً آلة العود حالة مثل حالها الشرق اللي ارتبطت فيه. أوتاره بتعزف وجع وسعادة، وريشته بتحكي حكايات حب وحرب وحنين طلعت من عنا لهذا العالم. سلام.